اذا مشاري شوف تيفي تحيه طيبه لجميع المتابعين، كنحييكم اللي تواجدوا، كنتواجدوا عند السي مصطفى بطبيعه الحال غني عن التعريف، السي مصطفى اللي محب الرياضه محب مولديه وجديه. اليوم مصطفى طالع له الدم لانه صراحه يعني الهضره اللي قالها لي هي رساله بغى يوجهها صراحه حتى انا، لان علاش كندورو في شوارع كنلقاو الاناره طافيه، الطرقان محفرين، ممرات الراجلين ما فيهمش طراساجين، مجموعه الامور صراحه نتمنى انهم الغيورين على مدينه وجده يبارطاجيو هذا المباشر هذا باش يوصل للمسؤولين بطبيعه الحال باش يديروا الخدمه ديالهم، لانه وصل السيل الزوبه يعني عينا صبروا سيني، حنا كنشوفوا هذه المدينه زايده وكتدمر بطبيعه الحال، يعني سيدنا دار واحد المجهودات كبيره باش انه المدينه ترجع لها واحد الجماليه كبيره باش تكون الامور مزيانه، ولكن اليوم كنشوفوا انه كاع هذاك الشيء اللي داروا سيدنا اليوم مشى بهذا المعنى هذا. سي مصطفى طالع لك الدم، بغيت نعرف علاش، شنو المشاكل اللي كاينين في المدينه مصطفى؟ شنو خويا طارق؟ شكرا، الله يجازيك بخير على هذا الصدافة اللي جيت عندنا اليوم اخويا. راه واش غادي نقول لك، مصطفى ستا معروف ديما قلبو حار على هذه المدينه، حنا راه حنا نشوفوا دوك المدينه زايده وتولي الروح. سيدنا جا وصوب الطرقان وصوب ودشن بعض المؤسسات ودشن كل شيء دشنهم، وبالتالي كاع هذاك الشيء مشى، كل شيء ولات المؤسسات مهجورين. شوف الساحه كي ولات كاع محفره، حتى واحد ما بغى يصوبها، واخا يخسري واحد جوج متاع زليج هذا المجلس البلدي باش يصوبوا هذاك الشيء. المهم واش غادي نقول لك، واحد الاهمال كبير في هذه المدينه. حنا هذا نداء غادي نطلبوه، هذا نداء غادي نديروا للرئيس مجلس البلدي باش يفيق شويه، واش هذا السيد ما بغاش كاع ينوض، ما بغاش يفوق على هذه المدينه. شوف الطرقان كاع محفرين، الممرات الراجلين كاع ممسوحين، كاين النافورات كاع مسدودين، الاناره ما كايناش. واش هذا السيد راه عنده عام ونص هو دوكا في المقعد ديالو؟ واش انت تمشي تضرب على طلب وكل شيء كل شيء مطرق؟ علاش ما يخرجش هذه المدينه يزين هذه المدينه؟ واش الا خطانا سيدنا غادي ما نخدموش هذه المدينه؟ هذه راه امانه، هذه امانه نصوب المدينه، المدينه راه عندها مواليها، رئيس مجلس بلدي، انوض قاعد، انوض خدم المدينه، المدينه تشوهد، ومدينه هذه سنين سنين احنا وحنا راه كل عام احنا نرجعوا الرول. علاش المدن المغربيه كل شيء عندها رؤساء اللي يخدموا الميزانيه اللي راه تجي عند الرباط وتجي عند طنجه راه تجي حتى لوجده، فراك دير هذه الميزانيه، ما قدرتش على المسؤوليه على يدك، علاش تدخل لهذه الرئاسه؟ هذه راه امانه خصك تخدمها، وختك تضل برجلك وتشوف، راه كاين 60 مستشار، حتى مستشار ما عندوش الاهميه ديالو دروك، نوض خدم هذه المدينه، نوض خدمها، راه عندكم ميزانيه ومسؤوليه على هاد الناس، الناس اللي حطتكم في هذه المصيبه باش تخدموا، ماشي باش تديو السميه. ها هما مبلعين على راسهم، شكون اللي غادي يشوف يعرف هذا الرئيس؟ انا بعد اولا بعد ولد وجده وولد واش غادي نقول لكم؟ هذا الرئيس والله ما نعرفه كاع، ما عمرنا ما شفناه كاع، ما يدور الساحه لا يدور هكا، يدور على المدينه وشخصها، ما عمرو ما شفنا في هذا السيد في المدينه، ما عمرنا ما شفنا كاع المسؤولين تاع الخور. حنايا كان هذا النداء غادي نعطيو للرئيس المجلس الاقليمي ورئيس الجهه باش هما يدخلوا في هذا الشيء، ماشي انت رئيس الجهه ولا لا الاخر، انت راك ماشي مسؤول، انت راك مسؤول على هذه الوجده هذه، انتوما خصكم تعاونوا على هذه المدينه، لا هذا الشيء ما يعرفش نبوه واش هيخدم، هما كاع المدن كلشي مغربيه زيان، شوف الرباط كي ولات، شوف طنجه كي ولات، وشوف يبركان المنطقه اللي قدامنا مواليها خدموا وقفوا عليها، حنا ما كاينش اللي يخدم هذه المدينه، ما كاينش، ما باغيينش يخدموا، حنا نطلبوا من سيدنا باش يجي يحاسب لهاد المجرمين تاع هاد البلاد، هاد الاجرام داروا في هاد المدينه، اجرام والله الا مجرمين في هاد المدينه، هم مشوها جميع هما مشاو كراو هذاك البارك اللي تاع البارك مشاو كراوه، علاش تكريه؟ علاش الناس غادي يديروا واحد الثمن خيالي يبقى الناس باش تمشي المنتزه تمايا؟ علاش ما تخليش عادي ودير الموظفين تاع المجلس يكونوا تمايا؟ علاش ما ديرش هادشي انت؟ بقى خصكم الفلوس ها؟ للاسف. سي مصطفى غير بالنسبه لهاد النافوره اللي هنايا وصاوبوها ولا؟ اخويا النافوره من كان اهل تمايا راه قعدوا قريب تلقوا هاك الشيء كان جميل، بينا خص يكملوا هذاك الشيء، يكملوا هذاك الشيء يديروا شي لي غازون، خصها واحد الترميم اخر باش مزيان. دوك هذيك النافوره تاع لابلاس هي وجده، واش نخلاو تما الشيوم هذيك الساحه باش يريح هذيك النافوره الاخر؟ هذا راه قلب تاع المدينه، وراه ماشي نافوره تاع لابلاس،
بلاص كاينه تاع الساحه تاع تاع ماكدونالد. شوف كي ولات هذيك راه شنها سيدنا خسر عليها مصاريف كبيره، وشوف وشوف الاهمال اللي راه كاين تما. علاش حنا عندنا مطفين في البلديه؟ علاش ما ديرش وسط القاع عنده لي شي الان ولي شي تلقى تخدم في البيرو؟ خرج اخويا كاين اللي راه عنده المهم تاعو خدام في النباتات، كاين اللي خدام في البارك، كاين الخون تاع بغيت تدخلهم من الاخر. والاناره بحال الاريد مراكش كلشي مطفيه، كلشي مطفي هذه الاناره. واش راك تقتصد؟ ما فهمناش دروك هذا الشيء. الا كان الساحات العموميه هما اللي خصهم يطفاو، وخصهم كاين بعض اللي ما خداهم هما خصهم يطفاو. بينا راه اهمال في هذه المدينه، اهمال. اخص الناس نوض اخويا، ما تقدرش تخدم خوي ولا غادي ندير لك واحد الوقفه تكون احتجاجيه ان شاء الله. انا نطلبوا هذا من هذا الشعب، من هذا الجماهير الوجدي، الشعب الوجدي هذا خصو باش يتحرك. راه مدينتك هذا بحقك باش تهضر. هذا راه داروا الشعب، داروا الشعب واحد، وهذا الاخر حنا درناه. هما بغاو المناصب تاعهم وراهم مشاو ندسوا. هذا راه خصهم واحد الهزه، هزه كيما كي المنتخب الوطني كلشي وجده خرجت فرحت بالفرحه الوطنيه. اخويا واش غادي الهضره اللي غادي نقولها؟ هي هذا نداء لهاد المسؤولين تاع وجده. المسؤولين تاع وجده خصهم يتحركوا كاملين، من رئيس الجهه، رمز العماله، ولا خصو كلشي. ما تقوليش انا اقليمي تابع الاقليمي ولا الجهه لا تابع، لا، كلشي راكم مسؤولين، كلشي الناس فوطات عليكم، وكلشي عطات الصوت تاعهم داروا فيكم الثقه. انتم ما باغيش تخدموا هذه المدينه، المدينه جايه تولي الرول. واش راكم حاسين؟ ما كنتش حاسين بها، غادي تولي الرول. ما من راجلين مسوحين، نافورات دايرين ناشفين، كان الاناره ما كايناش، الحفيله جادوا واحد الاثمنه خيالي على الطلبه، بزاف كاين تاع الامور. هذا الشيء تاع المجلس تبعي داخله هنايا. واش الناس كاع ما تهضرش على هذا الشيء؟ ما تكلمش. وشكرا للجميع، وكاحد نحيي الجماهير الوجديه كامل والساكنه تاع وجده اللي فرحنا كبيره في النهار تاع المنتخب الوطني. للشوارع كامله مملوءه، كامله كاع الازقه، جميع الشوارع تاع وجده كلشي عامره بين هذا حب الوطن. وانتم هذه المسؤوليه ما تشوفوش هذه الوطنيه تاع 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 الوجاده. واحد الكلمه اللي نقولها، ما نسمحوش المسؤولين تاع وجده، كاع الناس، كاع المسؤولين تاع المدن، كاع داروا ديبلاسمونيات لقطر، مشاو 300 400 واحد، وموراه واخا مشى تاع قطر، داروا حفلات اللي مشاو استقبلوا اللاعبين للرباط. حنا ما كاينينش اللي يدير هذا الشيء. علاش؟ على مثل ستيفان هاد المسؤولين.